أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. والبداية من الأخبار الأكثر تداولا، والذي يدور حول غرق سفينة كانت تقل 60 راكبا كانوا في طريقهم إلى جزيرة سقطرى. وقال موقع عدن الغد أن سفينة ركاب غرقت على بعد 26 ميلا بحري شمال غرب جزيرة سقطرى، والتي كانت تحمل على متنها 60 راكبا بينهم نساء وأطفال. وقال محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك أن السلطة المحلية بالمحافظة عملت على تحريك قوات الخفر أو تحريك قوات خفر السواحل، ووجهت نداء استغاثة لقوات التحالف وكافة السفن القريبة من الموقع للمشاركة في إنقاذ الركاب من أبناء جزيرة سقطرى. وعن كيفية معرفة خبر غرق السفينة، قال المحافظ بأن السلطة المحلية تلقت بلاغات من سفينة نمساوية تفيد بغرق سفينة صغيرة على بعد 26 ميلا بحريا شمال غرب جزيرة سقطرى، وتم التواصل مع وزير الثروة السمكية ومحافظ سقطرى للتحرك السريع ومتابعة البلاغ وبدء عملية إنقاذ الركاب. تهجير ميليشيا الحوثي لليمنيين لن يتوقف عند قرية أو مدينة، بل شمل أماكن كثيرة. ووفقا لموقع الموقع بوست، فإن قرى الربيعي غرب تعز تلحق بركب المهجرين بعد تحويل مناطقهم لثكنات عسكرية للميليشيا. وقال سكان المحليون إن الميليشيا طلبت ممن تبقى من أهالي قرى الربيعي إخلاء منازلهم فورا. أهالي قرية الروض غرب تعز قالوا إن الحوثيين أعطوهم إنذارات لمغادرة منازلهم خلال أيام، وباشروا بنصب المدفعيات والآليات العسكرية بمحاذاة منازلهم. وبحسب السكان، فقد قامت الميليشيا بتكديس الأسلحة بالمنطقة والتمركز على أسطح منازل المواطنين، وفيما نزح البعض لا يزال آخرون يقبعون في منازلهم إذ لا أماكن ينزحون إليها. يتابع موقع الموقع بوست، يعيش أبناء تعز وأريافها أوضاعا صعبة في ظل الحرب المجنونة التي فجرها الحوثيون في عموم المحافظة وفقدانهم لمصادر رزقهم، فيما تذهب المساعدات التي يتبرع بها العالم لدعم الميليشيا. لن نكون غير منصفين لو قلنا أن من يقف في الحياد متفرجا على مأساة زملائه من الكتاب والصحفيين في معتقلات هذه الحركة الغاشمة لا يعدو على أن يكون إما متواطئا أو خائفا. هكذا بدأت فكرية شحر ما قالها المنشور في يمن مونيتور متحدثة عن مأساة الصحفيين في المعتقل. الخوف لا يليق بحملة القلم والفكر، فهم أنبياء ودعاة الحرية والكرامة. فإذا سكت هؤلاء النخبة بدعوى الخوف، فمن يحمل مشاعل الكلمات لإضاءة الطريق للعامة والبسطاء؟ الخوف ذل، فلا ترغم قلمك على تجرعه، فكل قلم هو رسول ليصدع بالحق. وها نحن في النهاية لسنا سوى أموات في هذه الحياة القاسية التي فرضوها علينا، وما الموت على مبدأ حر معتق بالكرامة إلا حياة الخلود. لقد عجزت أقلام الشرفاء عن حصر أوجاع هذا الوطن التي تناثرت على أطرافه المترامية، والمعتقلون وجع لا يخص ذويهم فقط، إنه ينكأ إنسانيتنا وبقوة. فلا تعذبوهم مرتين جسديا ومعنويا، ففي هذا البرد القارس تتضاعف مأساتهم بين التعذيب الجسدي والتهوين بوضعهم بلا إمكانيات تواجه البرد والصقيع والإهمال. يجب ألا نفتر في المطالبة بإطلاق سراحهم، وأن تكون قضيتهم هي رأس القضايا الإنسانية المتراكمة في وطن لم يعد للإنسان قيمة فيه. عبد الخالق عمران يموت ببطء تحت التعذيب وجراء أوجاع مرضه ومعاناته، ولا ضمير لمنظمات حقوق الإنسان كي تسعى في حق اليمني ما دام ينظر له كشيء أقل من إنسان. موقع التغيير نت نقل عن المتحدث باسم مجلس الوزراء راجح بادي قوله إن اللجان المكلفة بصرف مرتبات القوات المسلحة والأمن ستبدأ بصرف رواتب الضباط والجنود في المناطق العسكرية 3 والـ6 والـ7. وقال بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ الشرعية إن اللجان ستستعين خلال عملية الصرف بهيئة الأركان العامة ولجان متخصصة وكوادر من المالية، حتى تستعيد وزارة الدفاع والداخلية هيكلها الإداري والمالي الذي انهار مع انهيار المؤسسة العسكرية.
وناشد راجح حبادي جنود وضباط القوات المسلحة والأمن بالتعاون مع اللجان المكلفة وتحقيق القدر الكافي من الانضباط والالتزام بالمواعيد، مشيرا إلى أن اللجان مكلفة بتسليم المرتبات لجميع الوحدات والأفراد وفق برنامج مزمن ومخولة بجميع الصلاحيات ومزودة بما يكفي الجميع من الأموال. نقرأ لكم أهم العناوين التي تصدرت موقع يمن مونيتور والذي جاء فيه: شرطة عدن القبض على خلية لتنظيم الدولة تتلقى أموالا من علي عبد الله صالح. وقالت إدارة أمن مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة إنها ألقت القبض على خلية لتنظيم الدولة تتلقى تمويلا من موالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين. وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المدينة وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي ألقت القبض على خلية مكونة من 8 أفراد تابعة لتنظيم الدولة. وذكر البيان أن الاعترافات الأولية لأفراد الخلية تشير إلى ضلوعهم في ارتكاب جرائم قتل شملت ضباطا متقاعدين كانوا يعملون في أجهزة أمنية، كما اعترف عدد منهم بتلقي أوامر القتل والتمويل من قبل أشخاص موالين للرئيس اليمني السابق صالح والحوثيين. ياسين سعيد نعمان يكتب في مقاله المنشور في موقع الموقع بوست عن الدور البريطاني الجديد في المنطقة تحت عنوان بريطانيا تفتش عن صداقتها. في محاضرته التي ألقاها بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني وقائد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رسم بوضوح ملامح هذه السياسة الخارجية التي أكد فيها على ضرورة الاهتمام بالدول التي امتدت صداقتها التقليدية ببريطانيا في ظروف مختلفة لعقود طويلة. قال إن بريطانيا تمتلك مقومات أن تقود ما يؤهلها أن تستعيد مكانتها التاريخية. استعاد ذكريات تاريخية لمقابر البريطانيين في أفغانستان في أدوار مختلفة كمستعمرين وكمدافعين عن مصالح أفغانستان. استعرض دور البريطانيين في تعمير العالم، فيما أشار إلى أن خروجها من الاتحاد الأوروبي ليس دعوة إلى العزلة، ولكنه تحرير لقدرات بريطانيا في استعادة دورها العالمي في دعم وقيادة العالم الحر. تحدث عن حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وأنه يمكن مضاعفتها على قاعدة المصالح المتبادلة، حيث تبلغ الصادرات البريطانية إلى هذه الدول ما يساوي 22 مليار جنيه استرليني. ربما كان الحافز الرئيسي لتفتيش الدفاتر القديمة والآثار التي سيرتبها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة على الصعيد الاقتصادي، لكن الأمر المهم الذي سيظل محط اهتمام العالم هو الإجابة على سؤال آخر، وهو إلى أي مدى قد يكون خروج بريطانيا على ذلك النحو مؤشراً على أن بيئة خصبة لليمين المتطرف قد عادت إلى الواجهة في أوروبا وباتت تقلق العالم، لا سيما وقد تلاحقت نجاحاته على أكثر من صعيد. ومن تعز أيضاً والوضع المأساوي المتفاقم، يعنون موقع المصدر أونلاين: ائتلاف الإغاثة الإنسانية يحذر من كارثة إنسانية وشيكة في محافظة تعز. ائتلاف الإغاثة الإنسانية في مدينة تعز أصدر بياناً بعنوان قبل أن تحل الكارثة، وقال فيه: القصف ما يزال مستمراً على الأحياء السكنية، وزاد الأمر من تفاقم النزوح والتهجير القسري للأهالي من مناطق المواجهات المسلحة. وحذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة تهدد مئات الآلاف من الأهالي إذا لم يكن هناك أي تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة في المجالين الصحي والغذائي والإيواء. وأضاف البيان أن محافظة تعز تعاني من انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة، وآخرها انتشار وباء الكوليرا وأمراض سوء التغذية وبعض الأمراض المزمنة التي أصابت المئات في عدد من مديريات المحافظة المختلفة، فيما تعرضت بعض حالات الإصابة للوفاة نتيجة ارتفاع منسوب الخطر فيها. ثقافياً، قال موقع الصهاريج نيوز في صفحته الرئيسية إن دار الأوبرا بالعاصمة المصرية القاهرة تستضيف المهرجان الثقافي والفني اليمني الذي نظمته وزارتا الثقافة اليمنية والمصرية، ويقام المهرجان تحت شعار الثقافة والفن تراث وحاضر من أجل اليمن بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وصرح سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم أن السفارة والمركز الثقافي اليمني بالقاهرة يقومان الآن بالتحضير والاستعداد لتنظيم المهرجان ومتابعة كافة التفاصيل المتصلة بإنجاح الحفل. يضيف الموقع في التفاصيل أن المهرجان يستمر إلى 8 ديسمبر الجاري، ويتضمن افتتاح معرض للفنون التشكيلية لمجموعة من الفنانين التشكيليين اليمنيين من لوحات فنية ومجسمات بصالة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، كما يشمل حفلا فنيا يساهم فيه نخبة من المثقفين والفنانين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي ركزت على افتتاح مقر مؤقت للسلطة المحلية في المناطق المحررة بصعدة. وعنونة الصحيفة: الحكومة اليمنية تباشر أنشطتها في البقع بصعدة، حيث دشن هادي طرشان محافظ محافظة صعدة أنشطة السلطة المحلية باستحداث مقر مؤقت للسلطة التنفيذية في أحد المواقع المحررة بمنطقة البقع في سياق توجيهات الحكومة الشرعية لممارسة أنشطة السلطة المحلية من داخل المناطق المحررة في المحافظة التي تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي. وأكد العميد نصر عبد العزيز الحسني أحد القيادات العسكرية في الجيش الوطني بجبهة صعدة في تصريح للخليج أن السلطة المحلية بمحافظة صعدة أنشأت مخيما طارئا لممارسة أنشطتها بشكل مؤقت من داخل صعدة. وأشار إلى أن تحرير الجيش الوطني لمديرية باقم مثل انتصارا نوعيا مؤثرا، كون المديرية تمثل منطقة العمليات العسكرية الرئيسية للميليشيا، وكانت تحتوي على أكبر مخازن توزيع للأسلحة على مقاتلي الميليشيا في المواقع الحدودية. قال مدير أمن محافظة لحج العقيد صالح السيد لصحيفة الاتحاد الإماراتية أن المحافظة باتت آمنة وخالية من الجماعات الإرهابية في ظل استمرار الحملات الأمنية الرامية لتأمين لحج وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. وأضاف أن الأجهزة الأمنية مستمرة في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي حاولت أن تضع لها قدما في لحج، والحملات الأمنية لن تتوقف حتى القضاء على العناصر الإرهابية بشكل كامل. وأشار مدير الأمن إلى أن هناك عددا من العناصر الإرهابية الهاربة في لحج يجري ملاحقتها والقضاء عليها خلال الفترة القليلة القادمة، والأجهزة الأمنية تطمئن الجميع بأن لحج آمنة من أي تهديد لأمنها واستقرارها. صحيفة العربي الجديد عنونت فيما يتعلق بواحدة من أخطاء غارات التحالف، وعنونت الصحيفة: غارة التحالف العربي على مستشفى في اليمن كانت خطأ. تقول الصحيفة: أعلنت لجنة تحقيق أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن ارتكب خطأ في أغسطس عندما شن غارة دامية قرب مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. وكانت أطباء بلا حدود قد نددت بالغارة الجوية التي استهدفت في 15 أغسطس مستشفى في منطقة عفس بمحافظة حجة التي يسيطر عليها الحوثيون، وأسفرت بحسب المنظمة عن مقتل 19 شخصا معتبرة أنها غير مبررة. وقدمت اللجنة قدمت لجنة التحقيق خلال مؤتمر صحفي في الرياض روايتها عن الهجوم، مشيرة إلى مقتل 7 أشخاص، حيث قال المتحدث باسم اللجنة منصور المنصور إن قوات التحالف التي شنت في ذلك اليوم غارة استهدفت قياديا من المتمردين في المنطقة نفسها رصدت آلية تغادر منطقة المستشفى. وأشار إلى أن طائرة تابعة للتحالف قصفت الآلية وهي هدف عسكري مشروع قرب مبنى لم يعرف بداية على أنه مستشفى، وبسبب هذا الخطأ غير المقصود على التحالف الاعتذار وتقديم التعويضات. صحيفة الحياة اللندنية عنونت في إحدى صفحاتها: فتاة يمنية تعاني الهزال وتعاود الابتسامة رغم عدم تعافيها. تقول الصحيفة: أحدثت صورة الفتاة اليمنية سعيدة أحمد بغيلي 18 عاما بجسدها الواهن صدمة في أنحاء العالم، وسلطت الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أنحاء اليمن الذي يمزقه الحرب. تضيف الصحيفة:
الآن وبعد أسابيع من تلقيها الرعاية في مستشفى متخصص بالعاصمة صنعاء، لا تزال سعيدة تتحدث بصعوبة بالغة، بل تعاني أكثر من ذي قبل في تناول الطعام، لكنها على الأقل تستطيع الابتسام. وقال طبيب في مستشفى الثورة بصنعاء إن سعيدة أدخلت المستشفى لمعرفة سبب عدم قدرتها على الأكل، وتبين أنها تعاني من سوء تغذية حاد. وأوضح والدها أحمد علي بغيلي أن وزن ابنته يبلغ الآن 16 كيلوغراما بعدما زاد 5 كيلوغرامات عما كان عليه عندما دخلت المستشفى للمرة الأولى. إرادة الحرية، تحت هذا العنوان كتب أحمد أبا زيد مقاله المنشور في مدونة الجزيرة. إن من المعتاد والمفهوم ذلك الشعور بالأسى والانزعاج الذي يرافق الثوار بينما ينظرون إلى فئات من شعبهم الذي يناضلون لأجله مستقرين ضمن منظومة القهر والاستبداد وقانعين، ولكن ما يجب على الثوار أن يتذكروه قبل لوم الشعب، وهو اللوم الذي قد يكون محقا أحيانا، هو أين أخطأنا أو قصرنا أو نسينا في مهمة الدعوة إلى الحرية أو بنائها واقعا ومؤسسات. إن كل دعوة أخلاقية تواجه تشويه وحرب الخصوم، ولكنها تواجه أيضا مشاكل أصحابها أنفسهم، سواء بإخفاقاتهم أو صراعاتهم البيئية أو تحولهم لطبقة منفصلة عن الشعب ونسيان مهمة الدعوة. وتواجه هذه الدعوة قبل ذلك اختلاف الناس في نزعتهم نحو الإيمان بالمثل العليا والقدرة على التضحية، وفي تعاملهم مع الجدلية الصعبة بين الحرية والضرورة المعيشية. ولذلك لا يمكن فرض الحرية أو تلقينها بالقهر، وكما يرى المعلم باولو فريري صاحب كتاب تعليم المقهورين، فإن هذا الحوار الدائم والأخوي لا التعليم التلقيني أو القهري ما بين حملة الثورة والشعب، وهو ما يضمن شعبية واستمرارية الثورة، ويضمن قبل ذلك أن يتحرر الإنسان المقهور من داخله وعيا وإيمانا ومسؤولية، فلا تكون حرية الإنسان كاملة بتحريره من سلطة المستبد والمحتل في الواقع ما لم يتحرر هو من الداخل ويقرر تحمل مسؤوليته كإنسان حر وخوض صراع التحرير لأجل تحطيم الطغيان وإقامة نظام العدل، أو بكلمة واحدة حين يملأه ذلك الوحي الثوري الأول إرادة الحرية. صحيفة البيان الإماراتية أوردت أحد الأخبار الحاصلة على أكثر مطالعة وعنونت: سفارة أمريكية مزيفة ظلت تعمل لعشرة أعوام دون أن يكتشفها أحد. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أغلقت سفارة أمريكية مزيفة كانت تعمل في غانا لعشرة أعوام، وأن السفارة المزيفة كانت تديرها شبكة مجرمين بمساعدة أحد المحامين المحليين. وكان المزورون يذهبون إلى المناطق النائية في غرب أفريقيا بحثا عن طالبي تأشيرات الولايات المتحدة، ويأخذونهم من العاصمة أكرا ويستقبلونهم في مقر يرفع فيه العلم الأمريكي وصورة الرئيس باراك أوباما، ويمثل مواطنون أجانب دور موظفي السفارة، وتبلغ مصاريف هذه الخدمات 6000 دولار. وتظهر صورة نشرتها وزارة الخارجية للسفارة المزيفة، بناية جدرانها مطلية باللون البرتقالي ويحيط بها ممر مشقق، وداخل المكاتب صورة الرئيس باراك أوباما، لكن موظفي السفارة يتكلمون الإنجليزية والهولندية. أحد الأخبار الأكثر تداولا في صحيفة القدس العربي يتحدث عن مواطن عراقي في السويد، وعنونت الصحيفة: السجن 6 أشهر في السويد لعراقي بعد نشره لعدد من الصور على الفيسبوك. وقالت الصحيفة إن محكمة في السويد حكمت على عراقي بالسجن 6 أشهر بعد إدانته بارتكاب جريمة حرب إثر نشره صورا على الفيسبوك يظهر فيها إلى جانب جثث مقطعة لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وقام رائد عبد الكريم الذي يقول بأنه كان جنديا في صفوف الجيش العراقي بنشر صورة له في يوليو 2015 يظهر فيها إلى جانب رأس مقطوع، إضافة إلى صور أخرى له إلى جانب جثة من دون رؤوس. ووصل عبد الكريم إلى السويد في العام نفسه وطلب اللجوء فيها، وعثرت الشرطة على الصور مصادفة بينما كانت تحقق في قضية سرقة يمضي بسببها حاليا عقوبة السجن. واستندت المحكمة في حكمها إلى القوانين السويدية واتفاقية جنيف التي تفترض احترام كرامة الإنسان حتى
بعد وفاته. التحول التاريخي الثالث في النظام العالمي. تحت هذا العنوان كتب عاطف الغمري مقاله المنشور في صحيفة الخليج، حيث قال: الظاهر أن إعادة توزيع مواطن القوة بمختلف أبعادها الصناعية والمالية والتعليمية والثقافية والاجتماعية على دول متعددة من شأنه أن يخرج هذه الدول من تحت عباءة الهيمنة الأمريكية، لأننا نتحرك من إطار ما عرف بالقرن الأمريكي الذي استمر طويلا إلى عالم يدار من أماكن متعددة وبإدارة شعوب متنوعة، وهذا هو جوهر التحول القادم. وبصرف النظر عن هذه النظريات، أو على وجه الخصوص التوقعات المستندة إلى التحليل السياسي للتجارب الواقعية، فإن هناك دلائل أخرى تشير إلى ما يحرك هذه التحولات، ومن أهمها التخبط الذي لحق بالسياسة الخارجية الأمريكية مؤخرا، ما أفقدها قدرتها على الإمساك بزمام التحكم في حركة الأحداث في العالم، وأيضا بسبب عدم قراءة الإدارة الأمريكية القراءة الصحيحة لهذه الأحداث وتداعياتها المستقبلية. بالإضافة إلى انقسام النخبة في أمريكا بين من يتشبثون بعدم تخلي أمريكا عن مبدأ الهيمنة على العالم، وبين من بدأوا يقرؤون العالم وما يجري فيه قراءة جيدة وينصحون بتغيير السياسة الخارجية حتى لا تصطدم بالمسار التاريخي للتحولات، ومنهم هنري كيسينجر الذي قال إنه يتوقع أن تكون أمريكا في النظام الدولي القادم واحدة ضمن مجموعة قوى متساوية. ولا شك أن استلهام علماء السياسة لنظرياتهم وتوقعاتهم كان منبعه ما أثبتته تجارب 20 سنة الماضية، من أن نجاح الدول التي حققت قفزات في التنمية الاقتصادية قد تبعتها بعد ذلك قفزات في تأكيد مكانتها الإقليمية والدولية لتصبح مهيئة لتكون شريكا فعليا في إدارة النظام الدولي الجديد. في اسطنبول افتتح متحف سمي مدام توسو، يضم أكثر من 55 شخصية عالمية مؤثرة على شكل تماثيل شمعية. المتحف جاء بعد إجراء استطلاعات للرأي في تركيا حول الشخصيات التي يرغب الأتراك في رؤيتها في المتحف. تبع ذلك التواصل مع من هم على قيد الحياة من هؤلاء الأشخاص ومع ورثة أو أقرباء الشخصيات المتوفاة للحصول على الموافقات اللازمة. نتابع بعضا من هذه الصور التي بثتها وكالة الأناضول. بهذه المجموعة من الصحف والصور العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.